سلام حبيبتي الغاليات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. حبيبتي اليوم بربي ان شاء الله جبنا لكم هذه الوصفات تاع البراج ولا المبرجه اللي دارتها ام بلال، على بالي بليك توحشتوها بزاف، واليوم عاودت ولات بهذه الوصفه نتاع البراج اللي فيها طبقتين تاع الحشو تاع الغرس. ان شاء الله تعجبكم وتبعوا معنا الفيديو للاخر. هنا جبت كيله تاع تشيشه يعني سميد خشين، وهذا السميد المتوسط دارت 2 كيلات كيما راكم تشوفوا، ودارت كيله نتاع الفارينه يعني كيله شيشه سميد خشين وزوج كيلات متوسط وكيله تاع الفارينه. الكيله كيلو بحبيتو، يسمى المقدار اللي حبيتو ديرو به ديرو. هنا خلطت كامل هذوك السميد مع بعضهم، وجابت كيله تاع السمن اللي دارت 3/4 سمن، والرابعه الاخرى دارتها زيت 3/4 سمن وصافي 3/4 سمن صافي كيله غير ربع السمن وربع كيله دارتها زيت. هكا خلطتها دارت لها الزيت باش ما تتكسر لهاش في الطاجين، وراح تلم كامل هاد العجينه، تدخل فيها ليدان مليح براحه اليدين كيما راكم تشوفوا. وهنا زدت لها لا ليفور، درت لها كيس خميره تاع 10 غرام باش هكا يجي خفيف العجين ويجي طري، وزدت لها الملح، الملح كل واحد كيفاش يحب يملح. ومن بعد راح ترونها بالحليب، وشنو حتى هاوليك هاد الحليب، درت كيله تاع حليب. نخليه بعد ساعتين ولا ثلاثه، واللي يحب يخلي الخليط تاعو يبات يشرب لي دم مليح مليح معليش. هنا بعد ما ولات علي ما ولات للخليط تاعها 3 سوايع، نحات حفنه تاع هذاك الدقيق، وجابت الكيله تاع السمي تاع الحليب عفوا. هاد الكيله تاع الحليب تخلي تدفيها شويه لكنا في البرد باش السمن ما يزيدش يجمد، ولا كان الحال دافي سي با لا بين تسخنوها باش تجي لاباط تقرمش. ومن بعد تشمخ العجين غير بشويه، وعينك ميزانك انت راكي تمسي وتشوفيه الا كان يشرب ولا لا، لا هو يشرب وانت زيدي، باسكو الحليب السميد هذاك الخشين يشرب بزاف سوائل يعني هو ويشرب وهي تزيد له. ومن بعد عينك ميزانك مع مع العجينه، وهذاك اللي خلاته تكوتي راح تشوفوا في الاخر تاع الفيديو كيفاش راح تدير به، راح تفتح به لاباط. هنا خدمت الغرس تاعها التمر، نحطلو العظم تاعو، عجنته بالزيت ولا بالزبده ولا طري كيما هكا، وكاين اللي يفوروه كل واحد واش يحب. حنايا تاني قدرت درنا معاكم البراج في الفيديوهات تاعنا السابقين، وريت لكم كيفاش نعجنوا التمر، قولوا الفيديوهات السابقين وراح تشوفوا الطريقه سهله جدا كيما اللي دار يدير فيها اليوم ام بلال. هنا دارت لا فارس التمر، دارت 2 ودارت العجينه 3، هاي لك السميد اللي خلاته مع الاول راح تفتح به، حطته في الكيس البلاستيكي اللي راح يساعد بزاف بزاف كي تفتحوا هاد العجينه، تفتحها شويه معين ماشي رقيقه رقيقه باش من بعد راح تزيد تفتحها، ماشي هذه هي الفتحه تاعها النهائيه، تفتحها شويه شويه باش تطلع الخليط فوق بعضه. دارت طبقه تاع عجينه وزادت الطبقه نتاع الغرس، نتسيي كيفاش ديرهم قد بعضهم باش ما يجوش الحواشي تاعها شامتين فارغين. وهذه الخبزه الثانيه اللي فتحتها بهذه الطريقه، ما كانش تضلي تفتحي بالحلال ولا افتحي غير بيديك، وهو هي من قوه راهي مبسه بزاف راح تعاونك، وحدها وحدها وراح كل حاجه تجي في بلاصتها. هكذا فتحتها غير بيديها
من بعد سقمتها بالحلال، يعني طريقة جد سهلة. ومن بعد جابت الكمية اللي قعدت لها تاع الغرس، يعني الطبقة الثانية تاع الغرس راي تفتح فيها باش تولي قد لاباط تاعها، قد الخبزة، باش ما يجوش الحواشي تاعها فرغين. بهذه الطريقة يعني راح تجيكي لا بياس مونتي، طبقة فوق طبقة. احنا مالفين نديروها طبقة واحدة، نديرو طبقة تاع سميد وطبقة تاع هذا، طبقة تاع غرس وطبقة تاع سميد. هذه هي اللي يديروها امهاتنا زمان، ودركا راهي كل حاجة راهي تتموديفا. وهذه الطريقة كي تاكليها والله العظيم ما تحسيش انها فيها طبقات، ولا تجي بزاف هشيشة وبنينة، باسكو فيها الغرس الطري. يعني الغرس كي يسخن في الطاجين راح يولي طري بزاف، وبيه اللي راح تجي هكاك طرية. وهاي دارت الطبقة الثالثة والأخيرة اللي دارت فيها هاد العجينة تاعها اللي قعدت. سما هاديك المقدار قسمتو على تلت خضرات، ودارت تلت خبزات، ودارتهم على تلت طبقات. هاي ليك دوكا، زاد درت هذاك الحرش الفوقاني. هذاك الحرش السر تاعو انه كي تعود تطيب في الطاجين راح يعطي لها واحد الاحمرار يهبل للمبرجة تاعنا. ومن بعد تفتحها انتي كيما تحبي، تفتحي رقيق ولا تفتحي مويان، ولا كل واحد كيفاش يحب السمك تاع الحبه تاعو. هي فتحتها مخشينه مرقيقه، جات يعني هايله. بهذه الطريقه. وما تنسوش هذاك الكيس البلاستيكي اللي عاون بزاف في الفتح، يعني ما تلصقلكش فوق البلون دو ترافاي، راح تقعد في الكيس البلاستيكي تتنحالك بسهوله. هنا سقمت كاع الطرف تاعها، وجابت هاد لي كوبات اللي راح تحب تكيل بيهم، تحبي تقطعي عادي عينك ميزانك، تحبيهم مربعات ولا مقروطات ولا مثلثات مستطيلات، كيما تحبي، كيما يعني الشكل اللي تحبيه تقطعي به. المهم تجي طريه المبرجه، لكن ما جاتش طريه ما تجيش بنينه، اسما راح تخسري فيها غير الغرس تاعك. بالصح بهاد المقادير المضبوطة راح تجيكم ميزان، تجيكم هايلة. وحنا كيما تعرفوا احنا الجزائريين نحبوا نديروا البراج في الربيع، وحنا رانا في الربيع. الحالة راهي مسمشة، ما كان لاش تلوالو، نديروا البراج وخلاص. هاهي قطعتهم هي هكذا هي على هذا الشكل، وجابت هذوك القطعات صغيرين دارتهم من الفوق. شباح اللي يحب تشبح، جاو شابين جاو باهيين. وهي طيبتهم في الطاجين تاع الحديد، واللي يحب يطيبهم فوق الطاجين تاع الطين ولا فوق كرابيير، ولا يطيبوا وين تحطيهم يطيبوا، باسكو كيما الكسره هما. وهادو هما البراد تاعنا. نقولكم حبيباتي شهيناكم في الجنه ان شاء الله، وروحوا سيو هاد الوصفه ما حاش تندموا عليها. وما تنسوناش بالتدعيمات تاعكم ولي جامو لو كومونتير، ونقولكم في امان الله. سلام.